السلام عليكم إخواني أخواتي في درس وحلقة جديدة اليوم على قناتكم ديزاتاك. في حلقتنا اليوم سوف نشرح عملية نقل الملفات من خلال هاتفنا من تطبيق شارت إلى جهازنا الكمبيوتر، ثم العكس من جهاز الكمبيوتر إلى تطبيقنا شارت في هاتفنا الخاص. لن أطيل عليكم لنتابع الشرح. إذا من خلال هاتفنا الذكي نفتح تطبيق أشارت، ثم نذهب إلى جهاز الكمبيوتر أيضا، ثم نفتح برنامج أشارت، ثم في هذه المربعات الأربعة الصغيرة نختار كونيكشن أو بي سي. الآن تتم البحث على جهاز الكمبيوتر من خلال برنامج أشارت الخاص بالهاتف التطبيق عفوا. إذا لقد وجد تطبيق الجهاز الكمبيوتر الخاص بنا والذي يسمى ديزاتاك. نضغط على ديزاتاك ثم نتوجه إلى جهاز الكمبيوتر ثم نضغط على Accept. والآن من خلال تطبيق الشريط الخاص بنا على الهاتف نحدد الملف الذي نريد نقله إلى الكمبيوتر. نضغط على فيشي، ثم أنا على سبيل المثال سوف أقوم بعملية نقل هذا الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر. نذهب إلى فيديو ثم نعلم على الفيديو الذي نريد نقله، ثم نضغط على Swivel. وهكذا تتم عملية نقل الملف إلى جهازنا الكمبيوتر، وهكذا اكتمل نقل الملف من خلال تطبيق أشيرت الخاص بالهاتف إلى برنامجنا أشيرت إلى الكمبيوتر. لفتح الملف نذهب إلى جهاز الكمبيوتر، في هذه الثلاث نقاط الصغيرة نضغط على أوفري لفتح الملف، أو سيبريمي لحفظ الملف، أو أوفري لدوسي سورس لتعيين مكان الملف في جهازنا الكمبيوتر. على العموم سنجده في ملف الخاص ببرنامج أشيرت. يمكنك التوجه إلى ماي كمبيوتر، ثم إلى دوكيمنت، ثم إلى شيرت، ثم إلى فيديو. إذا الآن نقوم بالعملية العكسية، سوف ننقل ملف من جهاز الكمبيوتر إلى هاتفنا الخاص. إذا نتوجه فقط إلى هذه ثلاث ملفات، نختار على سبيل المثال الملف الأول لنقل الصور، نختار على سبيل المثال صورة من جهاز الكمبيوتر، على سبيل المثال نختار هذه الصورة الوردة التي هي باللون الأحمر، ثم فقط نضغط مرتين على هذه الصورة ويتم النقل مباشرة إلى الهاتف. إذا لقد تمت عملية نقل هذه الصورة من جهاز الكمبيوتر إلى هاتفنا الخاص عن طريق تطبيق أشيرت. هذا كل ما كان في درسنا اليوم، في درس وحلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد.